بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو للمتزوجات فقط وخصوصا العرايس اللي في اول الجواز. حاجات كتير لما مش بنعرفها بتعمل مشاكل مع الزوج في اول الزواج، وخصوصا الفهم الخاطئ. يعني في حاجات ببقى مش فاهماها وفي حاجات انا فاهماها غلط. هقول تعليق او الرساله الخاصه اللي جات لي من عروسه متجوزه من 6 شهور، وبتقول لي ان في حاجه غريبه زوجي بيعملها وانا مش فاهمه معناها. يا مدام ياسمين، قبل العلاقه بيدهن اشيائه كريم. فانا قلت لها في شباب كده يعني بيبقى فيه على المواقع الكريم الفلاني بيحفز، الكريم الفلاني مش عارفه بيطول، الكريم الفلاني. فالشباب بتجري ورا المواقع دي وبتجرب الحاجات دي، او واحد صاحبه قال له يعني زي ما احنا عارفين الشباب بتعمل ايه. فقالت لي لا يا مدام ياسمين، انا قريت الكريم والكريم مكتوب عليه مخدر. طبعا هي بقى ايه بتعيط ومنهاره، وهو كده يعني بيعمل من غصب عنه، هو ما بيحبنيش، طب هو اتجوزني ليه؟ هو اكيد حاسس بألم في الموضوع فبيدهن المخدر ده عشان ما يحسش معايا بأي حاجة. والعروسة بقى ايه زعلانة جدا وعمالة كده تفكر، وطب انا هكلمه، انا ما انا مش عارفة اجيبها له ازاي، انا مش عارفة اكلمه ازاي، طب هو لما بيحبنيش اتجوزني ليه؟ كلام كتير قوي. فطبعا انا هديتها خالص وقلت لها انت متجوزه من قد ايه؟ قالت لي تقريبا يعني من 6 شهور او اكتر. فقلت لها حضرتك فاهمه غلط خالص، زوجك بيدهن كريم مخدر عشان يطول المده، يحاول يطول مده العلاقه فيسعدك ويسعد نفسه. فده نوع من انواع الاجراءات كده اللي بيستخدمها الشباب او العريس في اول الزواج، خصوصا الشباب اللي بتتجوز في سن كبير شويه، او هو كان مدمن على العاده قبل الزواج. فطبعا بعد الزواج مما لا شك فيه بقول باجماع كل اراء الاطباء ان الشاب اللي بيكون مستمر على العاده قبل الزواج بتأثر عليه بعد الزواج لفتره. يعني ما يتوقعش الشاب ان هو بعد ما هيتجوز بسنة او 2 ان هو هيتخلص من اثار العادة. لا، هياخد فترة كده بالتعاون مع مراته عشان يبدأ يطلع من دماغه فكرة الممارسة الفردية الى الممارسة الزوجية، العلاقة الثنائية ما بين الرجل والمرأة اللي هي العلاقة الطبيعية. فعشان يطلع من المرحلة دي بياخد وقت. وفعلا انا لما اتناقشت معاها قالت لي اه فعلا يا مدام ياسمين، قبل العلاقه كده بنص ساعه وبيدهن الحاجه دي وانا ما كنتش عارفه اكلمه ازاي، وشكرا جدا ان حضرتك وضحتي لي. وقلت لها لازم تتكلمي مع زوجك، انت اه طبيعي انك تبقي مكسوفه في اول الزواج ان انت تكلميه، لكن الحوار اللي ما بينك وما بين زوجك هيقرب ما بينكم. انت مكسوفه وهو مكسوف وهو مش عارف يكلمك في امور وانت متضايقه من حاجه وهو نفس الشيء، عدم الحوار ده هيعمل يعني ايه فجوة ما بينكم، لكن لما تتكلموا هتحسوا ان انتوا الاتنين حاجة واحدة. بعدها بيوم لقيت الزوجة بتكلمني وهي سعيدة جدا وبتقول لي شكرا جدا يا مدام ياسمين ان انتي شجعتيني ان انا اكلم زوجي، لان انا فعلا لما كلمته وضح لي الامر دوت وقال لي ان كويس ان انتي كلمتيني وان انا سعيد ان انا حسيت ان انتي قريبة مني وان بعد كده مش هتكسف ان انا اكلمك في اي حاجة، والموضوع ده قرب ما بينهم جدا. تخيلوا الزوجة في حالة عدم الفهم وفي حالة الفهم. شوفوا لما هي ما كانتش فاهمة افترضت شيء مش موجود خالص وقالت ما بيحبنيش وهتعمل معاه مشكلة وهو متجوزني ليه، لكن بعد ما فهمت عرفت ان ده اجراء طبيعي جدا. لكن هنا ظهرت مشكلة تانية. ايه هي المشكلة دي؟ انها قالت لي انها متجوزة تقريبا من 6 شهور او اكتر، لكن المرات اللي كانت مبسوطة فيها تقريبا يعني كام مرة. يا مدام ياسمين بقى وضحي لي ازاي اكون مبسوطة كل مرة، هو انا هفضل كده؟ طب انا اتكلم معاه؟ طيب الموضوع فعلا بيتم بسرعة جدا؟ طيب هل في اوضاع معينة؟ هل في حاجات معينة؟ ساعديني يا مدام ياسمين. بإذن الله الفيديو اللي جاي هنقول حلول
لقصر مدة العلاقة الزوجية، وإزاي الزوج والزوجة بالتعاون مع بعض نطول المدة دي، وهل في حلول؟ آه طبعا في حلول، وطبعا أنا هسأل جوزي لأن لازم الموضوع ده فيه استشارة رجالية كده من زوجي، هو فاهم للرجالة بقى، ويقدر يقول لي إزاي يقدر الزوج أو العريس الجديد يسعد زوجته، لأن طبيعي الشباب والعرسان الجداد بيبقى ناقصها خبرة، فطبيعي ان يجيب الخبره دي يا اما من موقع مضمون، يا اما من دكتور فاهم في العلاقات الزوجيه، يا اما حد عنده خبره كده متجوز بقاله فتره ومرت بيه حاجات كتير، فيقدر ان هو ايه ينصح. فباذن الله الفيديو القادم هيكون فيديو الحلول. بالنسبه للجزئيه دي هكلم فيها العرايس على ايه بقى؟ على في فيديو سابق كنت قلت للعرايس ان في حاجات او معلومات مفروض اننا نبقى عارفينها قبل ما ندخل العلاقة الزوجية، زي مثلا ان اثناء العلاقة الزوجية بيحصل حاجة اسمها انتصاب او تغيير في شكل اشياء الرجل. عدم معرفة معلومة زي دي بالنسبة لعروسة داخلة على الزواج ممكن يحصل لها صدمة. وفعلا جالي تعليق من زوج قال لي ان انا طلقت مراتي بعد اسبوع بسبب ان بعد الزواج واننا دخلنا البيت وعشان يحصل علاقة زوجية والدتها او ما فيش حد كان مفهمها خالص، واول ما شافتني جات لها حالة هستيرية وقعدت تصرخ تصرخ، واهلها جم تاني يوم يحاولوا يهدوها، انا عايزة اتطلق انا مش عايزة اعيش معاه، وفعلا طلقتها بعد اسبوع. طبعا الحالات دي حالات فردية، لكن مما لا شك فيه ان البنات اللي بتعيش في مجتمع مغلق خالص او ملهاش اولاد ذكور او يعني لأي سبب من الأسباب بتكون تزوجت في سن صغيرة أو مفيش أي معلومات، ممكن يحصل لها صدمة في بداية الزواج. فمعرفة المعلومات دي من الأم أو الخالة ضرورية. بقول المعلومة دي لأن أنا في الفيديو قلت للبنات المفروض إن العرايس بنعرف كده خطوط عريضة، معلومات بسيطة، وفي الأول وفي الآخر العلاقة الزوجية بتتم بين الزوج والزوجة، وإحنا الاتنين بنتعلم مع بعض وبنفهم مع بعض واحدة واحدة، مش مستعجلين خالص. يعني مش لازم ولا العروسة يبقى عندها خبرة ولا العريس يبقى عنده خبرة عشان نعرف نعمل الموضوع ده، لأ إحنا بنتعلمه مع بعض في إطار حلال. فانا قلت لهم ان مثلا بيحصل كذا، وان مفروض ان السائل يعني بعد حدوث علاقة بيبقى فيه سائل منوي، والسائل دوت ريحته بتكون شبه الكلور، عشان البنات اللي بتشتكي ان انا مثلا الحمل اتأخر عندي او ريحة السائل دي مش حلوة، فانت اعرفي الصح عشان تعرفي ايه الطبيعي وايه اللي مش الطبيعي. فجالي تعليق بقى من عروسة على وش جواز بتقولي يعني دلوقتي بقى انا يا مدام ياسمينة اصدق مين؟ اصدقك ولا اصدق صاحبتي اللي قالت لي ان السائل ده ملوش اي ريحة، واختي قالت لي متجوزة قالت لي السائل ده ريحته وحشة قوي. قلت لها طبعا تصدقيني انا، طب ليه يا مدام ياسمينة اصدقك انت وما صدقش كلام صاحبتي او اختي؟ لان انا قبل ما بعمل اي فيديو ليكو بعمل سيرش وبدور، يعني مش بجيب كلام من عندي. يعني لو اي واحدة فينا وانتوا معايا دلوقتي تعبنا نفسنا كده ورحت انا كاتبه كده في السيرش، يعني تعالي في جوجل اي حاجه دلوقتي يا جماعه، اليوتيوب جوجل مش مخلي حد ممكن ما يعرفش معلومه. يعني حضرتك دلوقتي لو جبتي تليفون ورحتي داخله على جوجل كده وكتبتي معلومات عن السائل المنوي، هكتب معاك اهو، انا قلت لكم كده هنكتب معلومات عن السائل المنوي او رائحه السائل المنوي، هنلاقي طلع لنا كذا حاجة. يعني مثلا رائحة السائل المنوي تشبه رائحة الكلور أو المبيضات أو النشادر ويميل إلى القلوية. حاجة تانية، رائحة السائل المنوي تتغير بنوع الغذاء والشراب اللي بيتناوله الشخص. أعاني من تغير في رائحة السائل، ما هي العوامل التي تؤدي إلى كذا؟
رائحة الحيوانات المنوية تشبه إلى حد كبير رائحة المبيض أو الكلور التي يمكن شمها في حمامات السباحة والمستشفيات. يعني أولا طبعا كلنا ممكن نغلط، لكن أولا محبش إن حد يشكك في كلامي، لأني فعلا براعي إن أنا قبل ما أعمل لكم أي حاجة أعمل سيرش وأحضر للحلقة وعشان أقول كلام سليم. فإلى صاحبة الرسالة، اسمعي كلامي أنا، ما تسمعيش كلام ولا صاحبتك ولا أختك، لأني بحاول يكون الكلام من مصدر ثقة. بالنسبة لمشكلة العروسة الأولانية، هي لما كلمتني على الرغم من إن أنا كنت عارفة الإجابة، لكن أنا عملت إيه؟ دخلت برضو بمنتهى البساطة. يعني أي عروسة فيكم، أي واحدة فيكم عايزة تعرف معلومة عن أي حاجة، تكتب وهتلاقي طلع لها أي حاجة، وطبعا تتواصل معايا على الخاص على الانستجرام، هحط لكم الرابط تحت الفيديو في صندوق الوصف. أي واحدة عندها مشكلة تبعتها لي، ولو لقيتها تستحق إن أنا أعمل عنها فيديو ونناقشها مع بعض طبعا هناقشها. فبالنسبة للعروسة دي، إذا أنا طبعا هي لما بعتت لي أنا كنت عارفة الإجابة، وبرضو حبيت إن أنا أتأكد، فرحت عاملة إيه؟ رحت كاتبة كده دهان كذا بكريم مخدر. رحت أنا كاتبة كده في السيرش، هنكتب برضو مع بعض وهقرأ اللي هيطلع لكم. دهان العضو الذكري بكريم مخدر. طلع ايه؟ يستخدم المخدر الموضعي قبل العلاقة الزوجية لتأخير سرعة القذف. يعني العرسان الجداد أو الشباب بتستخدم ده كوسيلة من وسائل تأخير سرعة القذف عشان يعني يظبط العلاقة. أوكي؟ قبل العلاقة بنص ساعة حتى لا يفقد، يعني بتقلل له الإحساس، فبتساعده على بقاء الانتصاب فترة طويلة، لأن الشباب الصغير مش هيستخدم أقراص أو حاجات كده. ممكن بقى الرجالة الكبيرة أو اللي هم بقى يعني عدينا بقى 40 سنة و50 سنة، ممكن بقى هيلجأ لأقراص أو حاجات إيه، حاجات تانية. لكن شاب صغير مش هياخد حاجة، يعني مش هياخد حاجة كده، وده طبيعي جدا. يعني طبيعي إن شاب مع الضغوط وعريس جديد بقى والحاجات دي كلها، طبيعي قوي إن هو يعمل حاجة زي كده، أو عايز يجرب، أو حد نصحه بالنصيحة دي. فهي كلها لعملية زيادة المدة، فحاجة مش غلط، عايز يجرب، عايز يبسط مراته، عايز يبسط نفسه، بس نبقى فاهمين. وأي حاجة نعمل عليها سيرش ونعرف عشان ما نحكمش على تصرفات بعض بطريقة غلط فتعمل مشاكل. إذا الفيديو عجب العرايس اكتبوا لي في التعليقات، وهيبان طبعا من خلال اللايك. وأي واحدة عندها مشكلة تكتب لي، تبعت لي على الانستجرام، هحط لكم الرابط تحت الفيديو في صندوق الوصف. لايك وشير وسبسكرايب.